الهدف المحمول 44 حاجة. هو الإجمالي التوتال كله 865 حاجة. كل المخالفات 865 حالة. إجمالي عدد حالات الغش لاستخدام الهاتف 44 حالة. إجمالي عدد حالات حيازة الهاتف المحمول داخل لجنة الامتحان 105 حالة. إجمالي عدد الحالات التي قامت بنشر أجزاء من أسئلة الامتحان على مواقع التواصل بجميع أنواعه 67 حالة. دول حرمان سنتين. خلاص. وحالة نيابة. إجمالي عدد الحالات الأخرى ومنها على سبيل المثال الغش من أوراق ومذكرات تخص مادة الامتحان أو تمزيق أوراق دراسة الامتحان أو إحداث شغب باللجنة أو تعدى على الملاحظين أو أداء الامتحان بدل من طالب، يعني حد امتحن شخصية حد، دي 649 حالة، يعني إجمالي 865، السنة اللي فاتت كانت 3000. فاحنا بنقارن اهوت بنقول العدد يعني يعتبر ايه. في عندنا علامات مضيئه عايز اقولها